مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم اشتدت الأجواء الحارة مع تعمق الكتلة الهوائية الحارة في عموم مناطق المملكة. الأجواء كانت حارة إلا شديدة الحرارة في عموم المناطق. هذه الأجواء يتوقع أن تتراجع شدة هذه الأجواء الحارة خلال يوم الاثنين مع بدء هبوب رياح غربية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو المملكة. أيضا تستمر الأحوال الجوية الغير مستقرة وتتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية في عموم مناطق المملكة وتعطل زخات متفرقة من المطر. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور حيث تكون الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال لهطول زخات رعدية من الأمطار. 21 درجة مئوية الملموس أيضا 21، الرطوبة حوالي 37% والرياح تكون خفيفة السرعة، بالتالي السحور في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأحوال الجوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات رعدية متفرقة من الأمطار. عجلون 30 إلى 21، إرب 32 إلى 20، جرج 33 إلى 23، والمفرق 33 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أحوال جوية غير مستقرة وتتراجع شدة الأحوال شدة الأجواء الحارة مقارنة بيوم أمس، حيث الزرقاء تسجل 34 إلى 24، عمان 31 إلى 21، نفس الحرارة تقريبا في البلقاء، مأدبة 32 إلى 22، والبحر الميت 38 إلى 29 مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار عشوائية الطابع ومتفرقة. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا أحوال جوية غير مستقرة تشهدها عموم المنطقة الجنوبية، حيث تكون الفرصة الأفضل في هذه المناطق لهطول زخات رعدية من الأمطار. الكرك 32 إلى 22، الطفيلة 31 إلى 20، الشوبك 29 إلى 18، معان 32 إلى 20، والعقبة 41 إلى 29 مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار، وهذه الغيوم الرعدية ستترافق أيضا مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. المنطقة الشرقية أيضا تبقى تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، غيوم ركامية رعدية متوقعة تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. الأزرق 36 إلى 24، الصفاوي 35 إلى 22، ورويشد 36 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.